يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر والمقرر لها الأربعاء المقبل. ويدرس الجهاز الفني الدخول في معسكر مبكر مدينة الإسكندرية أي قبل هذه المواجهة ب 48 ساعة من أجل إيجاد أكبر قدر من التركيز من أجل تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلا بيك. أهلا بيك يا فيروز وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان. أمير هل في أي جديد بخصوص التدريبات اللي جارية حاليا؟ خليني أقول لك يا فيروز إن لحد دلوقتي التمرين ما ابتداش، التمرين من المقرر إن هو يبتدي بالضبط تمام الساعة 6:30 مساء يعني حوالي بعد ثلث ساعة من دلوقتي بالتحديد. أكيد هيكون مران مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي في إطار استعداد ودي المباراة المقبلة في قبل نهائي كأس مصر اللي هي أكيد مباراة مهمة جدا أمام فريق سموحة واللي بيسعى من خلالها أكيد الجهاز الفني واللاعبين لمصالحة الجمهور بعد الإخفاق في البطولة العربية، وبالتالي أيضا بالنسبة لتركيز هذه المباراة هو عودة بطولة كأس مصر لدولاب بطولات النادي الأهلي بعد غيابه لفترات كبيره. لكن خليني اقول لك بالتحديد ان اكيد في تركيز كبير جدا من قبل الجهاز الفني واللاعبين واللي هيبان خلال التدريبات النهارده اللي هتبتدي بعد الصفر. طيب هل استقر الجهاز الفني على موعد سفر الاسكندريه امير؟ خليني اقول لك ان بكره ان شاء الله هيكون في مران للنادي الاهلي هيكون برضه في تمام الساعه 6:00 أو 6:30 مساء، بعديها هيتواجد في الطريق مباشره لمدينه برج العرب بالاسكندريه بالتحديد لاحد الفنادق القريبه من استاد الجيش ببرج العرب اللي هتقام عليه مباراه الاهلي وسموحه، بالتالي الفريق هيتحرك بعد المباراه بعد المران مباشره وهيستعد من خلال 48 ساعه لاداء هذه المباراه من خلال تواجد في مدينه الاسكندريه واللي اكيد هيكون استعدادات قوي، ومن خلال الاستعداد اكيد كابتن حسام البدري هيستقر على التشكيل اللي ممكن يبتدي بيه هذه المباراه، خصوصا ان احنا عارفين حتى الصفقات الجديده مش مسموح لها ان هي تشارك في بطوله كاس مصر بسبب ده قيد لسه ما اتفتحش بالنسبه للصفقات الجديده، لكن هيكون ان شاء الله استعداد قوي بالنسبه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، وان شاء الله نتمنى ان هم يكونوا موفقين خلال هذه المباراه ويقدروا من خلالها ان هم ان شاء الله يوصلوا للدور النهائي من كاس مصر. نعم أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا ليك، كنت معي عبر الهاتف.